بين بيير اوباميونغ وكذلك اللاعب دينيس بوانغا، العنصران الخطيران جدا. هذه الإعادة كاد يسجل اللاعب دينيس، بوانغا في منتصف ميدان. استلام على طول بينية، لكن هنا وصلت إلى الجهة اليمنى. هنا بيير، هنا بيير مرة جانبية دانيس بوانغ، والكرة تمر جانبية. كثير من الكرات الخاطية منتصف الميدان، البينية في المساحة ملعوبة. هذه صعبة. أوه، ردت فعل ممتازة، ردت. كنلاحظوا بأنه كيتوجهوا للحكم أكثر ما كيتوجهوا للبحث عن الكرات ولعب الكرات. هذه رأسية مرت بجانب المرمى ديال الحارس ياسين بونو، ارتقاء ديال أليكس كيفن مسوندا. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة لصالح المنتخب الكابوني، رأسية ومباشرة إلى خارج رقعة الملعب. لاعبي ديال المنتخب الكابوني الكرة أشرف حكيمي ما تمكنش من التقطير ديالها بشكل جيد، خلاتها أنها تمشي بهذه الكيفية هذه عند طريق أوباميونغ، ثم بعد ذلك القيام بالتصدي عبقر. لاحظوا الكيفية اللي تم من خلالها لمس الكرة وبهذا للمنتخب الوطني المغربي. عبقر، بونو، نيف أغرد، تمرير الأشرف حكيمي، ضاعت له أشرف حكيمي، هجمة مرتدة مضادة، دخول داخل منطقة الجزاء صعيبة، والحارس في المحاولة الأولى ثم إنقاذ من عبقر لكرة كان بإمكانها أن تكون في المرمى. نشوفوا القرار ديال الحكم، توجيه بطاقة، هل أعلن عن ضربة جزاء؟ لأن ما شفناش الحركة ديال الحكم بالتحديد. لاحظوا هنا 21 دقيقة، هدف واحد مقابل لا شيء. المتفوق في الأداء هو المنتخب. بوانغا مر في اللقطة الماضية، يا من كرة خطيرة على المرمى المغربية. شوف الإعادة مجددا، هذه الإعادة، لم يكن هناك تسلل في اللقطة الماضية. دينيس وجه لوجه مع ياسين، ياسين يخرج ويغطي ويضيق المجال على دينيس. بوانغا مر غريبة وعجيبة اللقطة الماضية، القائم يتعاطف مع ياسين، لكن ياسين كان زعيم. ياسين بونو يتصدى لكرة الجول، هذه الإعادة مرة أخرى. بابي كيلعب لأوباميونغ، أوباميونغ لا يمر. كذلك دينيس بوانغا، كرة في المنتصف. بابي كاس الماضية موجودة على سفيان. لمسة اليد مجددا، الكرة الماضية، لمسة اليد اللي أعلن عنها الحكم، هذه اليد مجددا لمسة، نظفت الشباك. رائع ياسين، هذه كرة تلعب بسرعة. البونو ينقذنا من هدف ثاني في هذه اللحظات مشاهدي الكرام. بطل ياسين، هي بعد ذلك عن طريق نصير المصراوي. نصير، صعبة هذه الكرة يا عبد القار، هذه صعبة. بونو في التصدي، نعم في التصدي، وكم كانت خطيرة هذه الكرة. بطل يا ياسين يا بونو في كرتين صعبتين، ها هو ياسين، لكن البطل حتى الآن هو ياسين كما انت رايع. هذه الكرة الأولى ثم ماضية، والتصدي من أروع ما يكون، وهذه ليس بغريب عن ياسين. وبعد ذلك الكرة الثانية، رائع يا زعيم بونو، ليس بغريب عن ياسين. بونو رائع يا زعيم، رائع يا أسد، نعم الزعيم الذي يلعب للزعيم. هذه الكرة حسن حد عند ياسين بونو مرة أخرى، في بل جابوني يلعب التماس بسرعة، كرة أمامية. هذا النموذج للكرات اللي تلعب في الظهر، هذه كرات خطيرة. تكلم على ثنائية لم نتعود عليها بين عبد الكبير عبقار ونايف أجل، لكن هكذا مباريات لازم تجريب بعض اللاعبين وبعض الثنائيات في المنتصف الميدان. بابيكا يلعب على الجهة اليسرى، الثواني الأخيرة، الكابون تبحث عن التعادل. العرضية وعبد الكبير عبقار، ربما
نتوقع أنه تكون بعض الأفوات لأنه يعني بتقدم المنتخب المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف لي يعني في 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 أسماء كبيرة حاضرة على مستوى دكة الأبودلاء تنتظر هذه اليادة مرة أخرى. اللقطة الماضية اللي كان فيها وضعية تسلل على بيير أوباما مرفوع الكرة رأسية خطيرة ياسين في مايونغ أوباما يونغ يحاول أوبا 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 لازلت الكرة عند المخضرم أوباما يونغ هنا لإعادة مجددا. شوف السهولة الكبيرة التي يجد المنتخب الغابوني في اختراق منطقة الجزاء الغابون والسهولة الكبيرة للانفراد بالحارس ياسين بونو كي هيئة لازلت صعبة دي الكرة بابيكا بابيكا ياسين مرة أخرى ياسين ثم الثانية لكن بعيدة الكرة بعيدة خمش أول تسديدة من إلياس خمش لكن تمر بعيدة عن مرمى الحارس بابا إلياس خمش صاحب الكرة الماضية لاعب نادي في الريال الإسباني كرة غابونية في منتصف في الميدان سلام على طول بين بيير أوباما يونغ وكذلك اللاعب دينيس بوانغا العنصران الخطيران جدا هذه الإعادة كاد يسجل اللاعب دينيس بينية لكن هنا وصلت إلى الجهة اليمنى هنا بيير هنا بيير هنا بيير أوه مرة